السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم معايا حبايبي الغاليين. جاي اكلمكم النهاردة عن الدايت. طبعا هنكمل كلامنا عن الدايت. حاولوا ما تدوروش على حلول سريعة للدايت. بمعنى ايه؟ بمعنى انكم لو خسيتوا في الاسبوع كيلو واحد بس كويس قوي قوي قوي، بس اهم حاجة الاستمرارية. يعني لو خسينا مثلا 10 كيلو في 10 اسابيع، بمعنى شهرين ونص، مش مشكلة جدا. المهم ان الكيلو اللي هنخسه ما نرجعش نزيده تاني. ما نفرحش ان احنا بنخس مثلا 3 كيلو في الاسبوع ونرجع نزيدهم تاني، او حد يخس يحرم نفسه قوي ويخس 3 كيلو في الاسبوع ويجي في الاسبوع اللي بعديه يقول طب انا هعوض بقى ايه الحرمان اللي انا حرمت نفسي منه الاسبوع اللي فات، ويرجع تاني 2 كيلو ولا حاجة، او حتى يرجع 3 كيلو. يبقى احنا ما عملناش اي حاجة. النظام الغذائي اللي بيكون بعيدا عن التمارين الرياضية وبعيدا عن النظام الغذائي الصحي غالبا ما بيكونش ناجح. اهم من كل شيء لازم يكون عندنا healthy lifestyle ماشيين عليه طول الوقت، بحيث ان حياتنا تكون صحية والخسسان كده كده جاي في الطريق طالما احنا ماشيين صح. اهم حاجة نوصل لنهاية الطريق وللوزن المثالي بصحة وعافية. تاني نقطة مهمة بحب ان انوه عليها، انه مش معنى ابدا ان اقول ان الاكل ده هيلثي ان احنا ناكل منه كميات كبيرة جدا. يعني مثلا لما اقول ان الخضار ده فيري هيلثي، او مثلا الفراخ المشوية فيري هيلثي، ان احنا نروح ناكل فرخة مشوية كاملة، او ناكل مثلا 3 4 اطباق من الخضار. كل الكلام ده غلط جدا، لان كل ده سعرات بتتحسب علينا وفي النهاية بتتخزن على هيئة دهون، وبرضو بنرجع نبذل مجهود كبير عشان نتخلص من كمية الدهون دي اللي احنا دخلناها لجسمنا عن طريق الخطأ. حبايبي ركزوا على السعرات الحرارية المطلوبة يوميا، زي ما علمتكم في الفيديو اللي فات. شوفوا هتحسبوها ازاي من خلال اللينك اللي عرفته لكم. احسبوا سعراتكم الحرارية المطلوبة يوميا، ويدوب يكون اكلكم في حدود السعرات دي. وبخصوص الاكتيفيتي او النظام الرياضي اللي هتمشوا عليه، حاولوا بقدر الامكان ان انتوا تلتزموا بيه يوميا، او على الاقل 3 او 4 ايام في الاسبوع تمارسوا فيها رياضة. طيب بالنسبة للناس اللي بتشتغل شغل ومجهود عنيف جدا، الناس الموظفين او الناس اللي بيشتغلوا برا البيت، الناس دول يحاولوا يشوفوا هل هم محتاجين يزودوا تمارين رياضية خارجية من برا، اوكي، او لو مش محتاجين يزودوا تمارين رياضية كفاية عليهم قوي المجهود اللي هم بيبذلوه في الشغل. وكذلك ستات البيوت اللي بتشتغل شغل تقيل جدا في البيت، مش لازم برضو ان هم يعملوا تمارين رياضية، بس اهم شيء هو كمية السعرات الحرارية اليومية اللي بيتناولوها ما تزيدش عن المعدل المسموح. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتبذل مجهود بسيط سواء كان داخل البيت او خارج البيت، فدول لازم نضيف لهم في جدولهم اليومي جدول من التمارين الرياضية اليومية اللي لازم يمشوا عليها. حبايبي حبيت القي معاكم الضوء على حاجة بتخليكم تشبعوا بسرعة جدا، يعني حاجة اوعوا تأهملوها يوميا، لازم تكون موجودة معاكم يوميا على السفرة بتاعتكم، ما تأهملوهاش خالص، لان دي بتعطيكم دافع قوي للوصول الى رحلة الدايت بتاعتكم. هي ايه؟ هي تناول الشوربة او الخضار يوميا. الشوربة لها صفات معينة والخضار له صفات معينة. الشوربة طبعا مش لازم ابدا يكون فيها كريمة او حتى دقيق، لازم الشوربة بتحتوي على البروتين بس، لو هتضيفوا اضافات خارجية يبقى البهارات والبصل بس، لكن ما نضيفش عليها لا كريمة ولا دقيق ولا الشوربة الخارجية اللي هي بتكون معلبة، بتكون باودر وبنصنع منها الشوربة، لانها في كل الاحوال برضو بتحتوي على سعرات حرارية عالية جدا، لان بيكون فيها نسبة كريمة ونسبة دقيق برضو، فياريت نبتعد عن كل الحاجات الصناعية دي خالص. كذلك الخضار لازم يكون فريش، لازم تكون خضروات طازجة
علشان نسبة الفيتامينز والمينرال اللي فيها تكون عالية جدا. سيبكم من الحاجات المعلبة، ياريت نصنع غذائنا بأيدينا. تمام. طيب ليه أنا بقول شوربة وخضار؟ الخضار والسلطات وكل الكلام ده بيملأ المعدة، فبيحصل استريتش لجدار المعدة، فبيروح يفرز بسرعة هرمون الشبع، بيرسل إشارات للمخ بيعرفها إن هو خلاص شبع. فالمخ بيرسل إشارات لينا إحنا، يقول لنا خلاص استوب أكل على كده، خلاص ما انتوش تاكلوا، انتوا كده شبعانين. فبيحصل اكتفاء من ناحية الأكل وخلاص، بالرغم من إن إحنا تناولنا كميات كبيرة ولكن وقيمتها الغذائية عالية، لكن سعراتها الحرارية قليلة جدا. فياريت ما تأهملوش النصيحة دي. بعد كده عايزاكم تنظموا مواعيد أكلكم. طبعا احنا ماشيين مع بعض على نظام الصيام المتقطع في رمضان. احنا هنبتدي فطار مع اذان المغرب زي ما احنا اتكلمنا ونوهنا في الفيديو بتاع صيام رمضان. بالنسبة للسحور هنتسحر الساعة 2 او 2:30، تمام، يعني قبل الفجر بحوالي ساعتين. طيب في الفترة بقى بين السحور واذان الفجر هنعمل ايه؟ هنشرب مية كتير جدا، هنشرب سوائل دافية او مشروبات ساخنة، يعني اللي هي بتكون كلير او رايقة، ما يكونش فيها لا مبيضات ولا يكون فيها حليب، هي مجرد بس مية ملونة. ملونة بايه؟ ملونة بشاي اخضر، بنعناع، بجنزبيل، بقرفة، بشمر، اي حاجة ما يكونش فيها سعرات حرارية خالص، بحيث ان احنا مش عايزين نستفز الانسولين عندنا ولا نفرزه خالص. احنا عايزين نصوم صيام متقطع رمضاني بداية من الساعة 2:30 لغاية تاني يوم المغرب ان شاء الله. في حاجة مهمة برضو عايز اقول لكم عليها، الا وهي الشوفان. دخلوا الشوفان في اكلاتكم اليومية. الشوفان ده مادة خام جميلة جدا، تقدروا تصنعوا منها كل حاجة، كل شيء انتوا نفسكوا فيه تقدروا تدخلوا الشوفان في صناعته. زي مثلا البيتزا، تقدروا تصنعوا البيتزا من الشوفان. طبعا في كل الأنظمة الغذائية، كل الأنظمة بلا استثناء بتقول بلاش البيتزا ومنعوا البيتزا نهائيا. طيب انتوا عندكم شوفان، الشوفان ده تقدروا تصنعوا منه البيتزا وتقدروا تصنعوا منه كل شيء. وان شاء الله في فيديوهات الهيلثي فود اللي انا بقدمها لكم هوريكم ازاي الشوفان بيدخل في كل حاجة، سواء كان بيتزا. احنا داخلين على العيد، طبعا هيكون فيه القرص والكحك والبسكوت، كل ده هيكون مصنوع من الشوفان. ان شاء الله هعلمه لكم. وكمان ازاي تعملوا كريبات والعيش اللي احنا لازم ناكله ونبتعد عن الخبز اللي احنا بنشتريه من بره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا حبايبي الغاليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا حبايبي الغاليين. النهاردة جاي عشان أقول لكم إزاي تتخلصوا من الدهون اللي احنا اكتسبناها نتيجة العزل المنزلي أو الحجر المنزلي، أو نتيجة حبستنا في البيت نتيجة الكورونا. طبعا كلنا بنشتكي من زيادة الوزن، كل الناس بتشتكي. ليه بقى؟ علشان الجيمات اتقفلت، مفيش خروج في الشارع، مفيش حركة، مفيش ممارسة رياضة. بالعكس كمان الناس ابتدت تتناول كميات كبيرة جدا من الوجبات. علشان كده انا جاية لكم النهاردة علشان اقول لكم تعملوا ايه في المشكلة دي وازاي تتغلبوا على الوزن الزائد. اول حاجة لازم تساعدوا نفسكم بيها ان انتوا تمتنعوا نهائيا عن شرب الحاجات الساقعة والسكريات. طيب بديل الحاجات الساقعة ايه؟ المية. المية لازم تشربوها بكمية كبيرة جدا، يعني على الاقل 2.5 لتر مية في اليوم الى 3 لتر مية في اليوم. يبقى كده انتوا شطار جدا جدا جدا، حاولوا تركزوا في النقطة دي وما تتجاهلوهاش. تاني حاجة، ابتعدوا عن الحلويات اللي هي مصنوعة من سكر الجلوكوز او القطر او يعني ايا كان دولتكم او بلدكم اللي بتشوفوا منها الفيديو. شوفوا ايه الحاجات اللي بتحط بيقولوا عليها شربات، ايا كان هنسميها عسل الجلوكوز.
زي مثلا البسبوسة، الكنافة، القطايف، بلح الشام، صوابع زينب، الزلابية، ايا كان. كل الحلويات دي كلها امنعوها نهائيا. انا عاملة لكم فيديو بديل للحلويات، حاولوا تبصوا عليه وتشوفوه. في الفيديو ده انا قلت لكم على بدائل للحلويات، وعلى فكرة لسه في بدائل تانية بس دي شريحة تانية، انا ان شاء الله هعمل لكم بيها فيديو مخصوص. عموما حاولوا تشوفوا الفيديو ده وتمتنعوا عن تناول الحلويات وتاخدوا البدائل بتاعته، علشان الحلويات دي هي اللي بتنفخ الجسم جدا بطريقة سريعة جدا جدا جدا. ياريت تمنعوها علشان تحموا نفسكم من زيادة الوزن أثناء العزل المنزلي. تالت حاجة بقى هقول لكم عليها النهاردة هي ان انتوا لازم تتناولوا الوجبات المشبعة، مش الوجبات اللي هي بتاخدوها وبعد ساعة بتجوعوا. لأ، خليكوا أذكياء في تناول الطعام بتاعكم، وفكروا وشوفوا ايه اللي بيدخل بقنا. من الحاجات المشبعة جدا 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 هي الألياف. الألياف مشبعة لفترة طويلة جدا، وبتسد الشهية، بتخليكوا كده خلاص شبعانين وطول الوقت شبعانين، يعني حتى بعد ساعة بتحسوا كأنكوا لسه واكلين دلوقتي حالا، بعد ساعتين بتحسوا كأنكوا لسه واكلين دلوقتي حالا. الألياف بقى زي ايه؟ زي الخضروات الورقية او حتى البقوليات، سواء كانت البقوليات دي خضرة او ناشفة او جافة، زي اللوبيا والفاصوليا والبسلة، كل الحاجات اللي هي البقوليات دي بتشبع جدا 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 لفترة طويلة، وكمان بتقلل استهلاك الطعام، وبالتالي بتقلل استهلاك السعرات الحرارية، فمش هتتناولوا سعرات حرارية كتير، فبالتالي مش هتزودهم على وزنكم سعرات وعبء اكتر ما هو موجود عندنا ومتخزن من سنين. واحلى حاجة كمان في الالياف ان هي بتقلل دهون البطن ومحيط الخصر، وكمان بتسهل عملية الهضم جدا، وبتريح الجهاز الهضمي والقولون اللي هم بتعبهم معانا نتيجة قلة الحركة. فالالياف بتزود حركية الجهاز الهضمي والقولون، وبتحارب عندنا مشكلة الامساك اللي الكل بيعاني منها سواء مع الدايت او سواء مع قلة الحركة. كمان من الحاجات المشبعة قوي ليكم اللي لو اكلتوها مثلا دلوقتي بتفضلوا شبعانين، لو بعد ساعة او ساعتين برضو انتوا شبعانين، من الحاجات دي اللي هي ايه؟ هي البروتين. البروتين زي ايه؟ زي البيض، الالبان، اللحوم، حتى البقوليات بروتين نباتي. برضو ناكل البقوليات سواء كانت خضرة او ناشفة زي ما احنا قلنا عنها من شوية، لان البروتينات دي بتسد الجوع نهائيا، فبتاكلوها بتقعد فترة طويلة جدا من غير اكل، فبتكون فرصة حلوة قوي وقوية لحرق الدهون المتخزنة عندنا من سنين. من النصيحة كمان اللي هقولكم عليها، والنصيحة دي مش متعلقة بالاكل لكنها متعلقة بالحركة، ما تفضلوش قاعدين فترة طويلة، حاولوا تقوموا وتتحركوا، اتحركوا في البيت. هو ما فيش خروج برا، لكن اختلقوا اي فكرة في البيت واعملوها مع بعض. فضوا الدولاب مثلا ورتبوه، هي دي من ضمن الافكار. ممكن دولاب المطبخ تفضوه وتعيدوا ترتيبه، كل الحاجات اللي شبه بعضها مع بعضها، وتعيدوا ترتيب كل حاجة هيشغلكم عن الاكل ده من ناحية. الناحية التانية هيعمل لكم حركية في الجسم، وهيشعركم جدا بالسعادة لان حياتكم اصبحت منظمة، وطبعا هرمونات السعادة دي احنا عاوزينها في رحلة الدايت. من ضمن الافكار كمان حاولوا تقلبوا السراير وتشوفوا الحاجات اللي انتوا عينينها ومخزنينها، اكيد هتلاقوا حاجات انتوا مش محتاجينها خالص. لو في حاجات ما انتوش بتستخدموها خرجوها صدقة، خرجوها هدايا، الحاجات دي هتجيب لكم دعوات حلوة قوي قوي، وهتشرح صدركم، وهتكونوا عملتوا شيء ايجابي. من ضمن النصيحة اللي هقول لكم عليها مع العزل المنزلي، والنصيحة دي بسيطة وسهلة جدا، عارفين هي ايه؟ هي النوم بالليل، ما تسهروش خالص، ناموا من بدري، يعني اقصى حاجة في سهركم خليها للساعة 10، وناموا طول الليل، لان النوم بالليل ده بيمنع افراز هرمون الكورتيزون.
هرمون الكورتيزون ده بتاع التوتر والقلق. هرمون الكورتيزون لو افرز بيؤدي الى افراز هرمون اسمه الجريلين المسؤول عن الجوع. علشان كده هتلاحظوا ان انتوا لو سهرتوا هتلاقوا نفسكم جعانين طول الليل، وهتاكلوا بالليل، والاكل اللي هتاكلوه بالليل هيتخزن على هيئة دهون اللي احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتخلص منها ونحرقها، ومفيش مجال لحرقها. علشان كده انا بقول لكم تناموا بالليل يعني اقصى حاجة الساعة 10، وتصحوا بدري هتكونوا نشيطين جدا، والنوم بالليل ده بيفرز هرمونات السعادة، وكمان بيفرز هرمون الشبع اللي بيخليكم شبعانين ومش بتاكلوا كمية كبيرة من الاكل، وبتصحوا الصبح فايقين ونشيطين جدا لعمل الانجازات بتاع تاني يوم اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. من ضمن الحاجات المهمة قوي اللي هتخليكم ما تزيدوش في وقت الحظر هي ان انتوا تحافظوا على الغدة الدرقية. طب ازاي تحافظوا على الغدة الدرقية؟ عارفين ليه تحافظوا على الغدة الدرقية؟ لان الغدة الدرقية دي من اهم الغدد اللي بتحافظ على التمثيل الغذائي في الجسم. طيب ازاي نحافظ عليها؟ باننا نتناول الاطعمة اللي بتحتوي على الحديد. زي ايه؟ زي اللحوم، وزي كمان الخضروات الورقية. كل الحاجات دي بتحتوي على الحديد، فلازم نهتم بيها جدا. وكمان في فواكه كتير جدا بتحتوي على الحديد، من ضمنها التفاح. شوفوا الحاجات اللي هي لو قطعتوها وتعرضت للهواء واسمرت دي بتحتوي على حديد، سواء كانت فاكهة او خضار زي التفاح زي البتنجان وهكذا. تمام؟ اخلي بالكم ان اي خلل في افراز هرمون الغدة الدرقية بيأثر جدا على التمثيل الغذائي في الجسم، وكمان بيؤدي الى ضعف عام، بيؤدي الى صداع، وبيأثر كمان على ضغط الدم. عرفتوا بقى هي مهمة قد ايه الغدة الدرقية؟ حافظوا عليها بقى، وخلوا بالكم من النقطة دي اللي انتم مش واخدين بالكم منها، خلوها في الحسبان. من ضمن النصايح اللي هقولكم عليها، يعني مثلا انتم لو هتاكلوا وجبة دهنية زي مثلا لحمة وشوربة فيها نسبة دهون، طيب احنا ممكن نسيطر عليها بايه؟ ان احنا نضيف عليها ليمون. الليمون بيقلل جدا من امتصاص الدهون في الدم. تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية لو معاها سلطات ممكن نضع عليها خل او خل تفاح، كمان بتكون فرصة علشان نتخلص من الدهون المتمركزة في منطقة البطن. وكمان الليمون سواء كان الليمون او الخل بيكبح عندنا الشهية، وبيحافظ جدا على صحة القلب. فيديو النهاردة عن ايه بقى؟ عن ايه؟ فيديو النهاردة حاجة حلوة جدا. فيديو النهاردة عن الحلويات في رمضان، او الحلويات مع الدايت عموما. طبعا احنا منعين الحلويات سواء كان الحاجات اللي هي بيتحط عليها حاجة اسمها القطر او الشربات او العسل الجلوكوز، كل ده ممنوع نهائيا منعا باتا. عارفين الحلويات دي هتعمل فيكم ايه؟ الحلويات دي هتحسوا ان هي بتنفخكم، بتلاقوا صابعكم تخنت، جسمكم اتنفخ من حاجة، يعني انتوا اكلتوها حاجة بسيطة قوي اللي هي الحلويات. ايه اللي بتصنع من حلويات اللي فيها سكر وجلوكوز؟ عندكم صوابع زينب، عندكم الجلاش والبسبوسة والكنافة والزلابية، كل الحاجات دي ممنوعات وما يشابهها بقى، انتوا عارفين الانواع. تمام؟ طيب احنا نقدر نستغنى عن الحلويات؟ اه طبعا. طيب في حد بقى هيطلع لي كده ويقول لي طب لو سمحت يا دكتورة اطلعي لنا بالبديل، يا اما متمنعيش مننا الحلويات خالص. هقول لكم من عينيا الاتنين، انا جاية النهاردة في حلقة النهاردة علشان اقول لكم على بدائل الحلويات. هتاكلوا حلويات وتخسوا، هتاكلوا حاجة حلوة وتخسوا. زي ايه بقى؟ بصوا خلينا نثبت كده معانا قاعدة. القاعدة بتاعتنا اللي هنصنع منها الحلو حاجة من اتنين، يا اما حليب يا اما زبادي، بس مش الزبادي البلدي العادي لان ده مش هنصنع منه الحلو بتاعنا. انا عاوزة الزبادي اليوناني. عارفين الفرق بين الزبادي البلدي وعلب الزبادي اليوناني؟ الزبادي البلدي بيكون فيه لزعة كده شوية، ده اللي ممكن ناكله قبل النوم، اللي هو الزبادي اللي بيتاكل قبل النوم. تمام؟
لكن الزبادي اليوناني ده اللي احنا هنصنع منه الحلو. طيب اول حاجة الزبادي بالعسل، حاجة بسيطة اهي. طيب عايزين ندلع الزبادي كده شوية، هنحط عليه ايه؟ قطع فراولة، قطع مانجا، قطع خوخ، قطع مشمش، اي حاجة. ونحط عليه، ممكن لو عليه فاكهة ما نحطش عسل. لو عايزينه اكثر حلاوة ممكن تحطوا معلقة صغيرة خالص عسل عليه، بس غالبا مش هيحتاج العسل. تمام، ده اول صنف. ايه رأيكم فيه بقى؟ حاجة جميلة جدا، هتحلوا بيها وهتنبسطوا وهتشبعوا، وكله قيمة غذائية عالية، فيتامينات ومعادن وكالسيوم اللي هو موجود في الزبادي نفسه، ومفيش فيه سعرات حرارية نهائيا، وبيمنع السمنة وبيؤدي الى انخفاض الوزن. ها ايه رأيكم؟ تاني حاجة علشان ننوع، يبقى المرة دي بالحليب، الكاكاو بالحليب، كاكاو وحليب ومعلقة صغيرة من العسل الابيض او عسل النحل، او ممكن لو مفيش عسل يبقى معلقة صغيرة من سكر الدايت. ليه الكاكاو؟ الكاكاو بيعالج الانيميا. الكاكاو بيحتوي على الفلافونويد، حاجة اسمها الفلافونويد. الفلافونويد ده بيعزز صحة وسلامة القلب وبيؤدي الى فقدان الوزن بشكل صحي. تالت حاجة زبادي، برضو زبادي بالمكسرات. هنحط على الزبادي ايه؟ فستق، بندق، لوز، كاجو، اي حاجة من الحاجات دي. المكسرات دي انا ليه بقول هنحطها على زبادي؟ لان الزبادي هيخليكوا ما تاكلوش المكسرات بشكل كبير جدا، لان انتوا لو اكلتوا المكسرات لوحدها ممكن يعني تنسوا نفسكم وتاكلوا المكسرات بكمية كبيرة. لكن لو قلنا هناكل المكسرات مع الزبادي، ده هيخلينا ناكل الزبادي كمية بسيطة، خلاص احنا عرفنا هناكل الكوباية دي من الزبادي وعليها المكسرات دي. طيب فايدتها ايه؟ اولا بتحتوي على دهون صحية، الدهون الصحية بتروح تطرد الدهون الغير صحية من الجسم، فبتمنع تصلب الشرايين، بتمنع حدوث الجلطات، بتمنع كمان حدوث وجود الدهون اللي هي الضارة في الجسم اللي هي اسمها ايه؟ ال VLDL، ال Very Low Density Lipoprotein او ال Low Density Lipoprotein. ليه؟ لان الدهون دي اسمها ايه؟ High Density Lipoprotein او ال HDL، اللي هو المفروض ان هي تكون زيادة عن الدهون السيئة في الدم. تمام كده؟ كمان بتحتوي على حاجة اسمها أوميجا 3. الأوميجا 3 طبعا فوائدها عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى، هبقى أعمل لكم بيها فيديو مخصوص إن شاء الله. وكمان بقى ما ننساش إن في زبادي، والزبادي ده بيحتوي على كالسيوم، والكالسيوم ده بيعزز جدا المناعة وبيعليها. غير إن المركب كله على بعضه أو الوجبة كلها على بعضها بتزود الشبع جدا وبتقلل الجوع وبتعلي الحرق وهتخسسكم إن شاء الله. طيب احنا ممكن نحليها بإيه؟ ممكن نحط عليها مثلا 3 أو 4 وحدات من الزبيب، ممكن نضيف عليها قطع بسيطة يعني مكعب شوكولاتة دارك، ممكن نبشره عليها مكعب واحد شوكولاتة دارك، تمام، اللي هي نسبة الكاكاو فيها أعلى من 80%. تمام كده؟ ممكن كمان نضيف عليها رشة بسيطة جدا من القرفة، بس ده حاجة اختيارية لو بتحبوها. تمام؟ النوع الرابع اللي هو ايه بقى؟ الزبادي بالتمر. طبعا التمر في ناس بتحشي التمر بمكسرات، من ضمن المكسرات اللي بيتحشى بيها التمر هو السوداني. اذا في الوجبة دي عشان ما تنسوش هيكون فيها عبارة عن زبادي فيها قطع تمر وكمان عليها معلقة صغيرة من زبدة الفول السوداني. السوداني مع التمر بيدوا حاجة كده مركب مع بعضه جميل جدا وطعمه حلو قوي. ده بقى مش هيحتاج العسل ولا هيحتاج سكر دايت، لان عندنا التمر طعمه حلو وجميل جدا مع الزبادي، وجبة غذائية متكاملة وبيعلي جدا المناعة ومشبع جدا جدا جدا. كل الوصفات اللي بقولكم عليها دي كلها سعراتها الحرارية قليلة جدا. رقم 5 هي ايه؟ هي ايس كريم الفواكه.
ايس كريم الفواكه، في مكنة كده مخصوص للايس كريم بتتعمل من الفواكه. هنحط الفواكه مع الزبادي اليوناني، خلي بالكم احنا كل كلامنا عن الزبادي اليوناني اللي مفيش فيه لزعة خالص. هنضيف كمان عليه ايه، حاجة هتخلي طعمه حلو قوي. عارفين الكريم كراميل؟ باكو الكريم كراميل، بس طبعا اللي هو الكريمة من غير الكراميل، يعني في كيس كده في الكراميل او السكر اللي هو بيكون لونه بني محروق، لا ده مش هنستخدمه خالص لان ده كله سكر. هنستخدم بس الباكو التاني بتاع الكريم مش الكراميل، تمام؟ الباكو ده هنستخدمه، ولو مش متاح في بديل له اللي هو الحليب والبيض والفانيليا، وطبعا هيكون عليه سكر دايت. هنصنع منه الكريم كراميل بدون الكراميل بتاعه. هنصنع الزبادي لو في حد ما عندوش مكنة صناعة الايس كريم هنستخدم الهاند بلندر، مفيش هاند بلندر هنستخدم الخلاط. هيبقى الفواكه مع الزبادي في الخلاط، وهنصبه في الاكواب بتاعته، وفوقيه خالص فوق هنضع الكريم كراميل ونحطه في التلاجة يجمد مع بعضه ويصنع عندنا ايس كريم الفواكه. وبكده اكون قدمت لكم صنف حلو النهاردة، ياريت تعملوه كل يوم، هتحبوه جدا جدا جدا، معدتكم هتستريح والجهاز الهضمي هتستريح، ومش هتفكروا في الحلو نهائي لان انتم بتشبعوا رغبتكم من تناول الحلو كل يوم، فمش هتفكروا في الحلو خالص. وياريت اصلا ننسى حكاية الحلو والحلويات والكلام اللي ملهاش لازمة دي، اللي هتأخرنا لورا وترجعنا وتخلي الميزان يعلى بدل ما احنا عاوزين مؤشر الميزان ينخفض. ياريت تتابعوا الحلقات السابقة في الدايت اللي فيها كل النصايح اللي انا بنصحكم بيها، تابعوها حلو قوي هتشجعكم، وكل ما هتسمعوا الحلقات كل ما هتتشجعوا اكتر وهتستمروا في الدايت. ودايما خلي بالكم لازم تفتكروني وانتوا بتاكلوا، علشان تاكلوش كمية كبيرة، تاكلوا حاجة بسيطة جدا وتشبعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم معايا حبايبي الغاليين. النهاردة ان شاء الله جايلكم بمشروبات في رمضان هتريح معدتكم جدا، وهتعلي معاكم الحرق جدا، ومفيدة جدا جدا سواء كان في رمضان او في غير رمضان. اول حاجة عندنا هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بيحتوي على مادة اسمها الفلافونويد. الفلافونويد دي بتحتوي على حاجة اسمها مضادات اكسدة، وبتحتوي كمان على مواد بتعزز الحرق وبتعلي التمثيل الغذائي في الجسم. علشان كده لما تتناولوا الشاي الاخضر ده بيحرق معاكم الدهون بسرعة جدا جدا جدا، اسرع من لو ما شربتوش الشاي الاخضر. علشان كده حاولوا تتناولوا يوميا الشاي الاخضر، حاولوا يعني يكون بديل للشاي العادي. طبعا الشاي العادي اللي هو الاسمر او الشاي الاحمر او الشاي البني ايا كان يعني مسمياته، فهو مفيد جدا برضو، لكن انا بتكلم عن الشاي الاخضر اللي هو مأخوذ من مصدره يعني لسه ما اتحرقش. طبعا زي الفرق بين القهوة الخضراء والقهوة التركي. الشاي الاخضر ده اللي احنا بنسميه الشاي الصيني او الشاي الاخضر الصيني، لانه مزروع في الصين وفي اليابان، تمام؟ هو اسمه كده الشاي الصيني او الياباني، تمام؟ تاني حاجة هنتكلم عنها حبايبي هي الزنجبيل او الجنزبيل. الجنزبيل ده ذكر في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى وصفه من مشروبات الناس اللي هيشربوها في الجنة. قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. زنجبيل ده بيعلي جدا الحرق وبيعزز جدا الشبع. ده بالنسبة للناس اللي بيقولوا احنا دلوقتي في الحظر ومحبوسين في البيت وزننا زايد جدا، طيب نعمل ايه؟ احنا عايزين نخس وشهيتنا مفتوحة للأكل طول اليوم، علشان احنا قاعدين وشنا كده في وش الأكل ووشنا كده في وش التلاجة، طيب نعمل ايه؟ هو الزنجبيل ده او الجنزبيل سواء كان فريش او بودر مش هتفرق خالص. الجنزبيل ده بيسد الشهية جدا، بيخليكوا حتى لو الاكل محطوط قدامكم مش هتاكلوا،
وأقول لكم على سر خطير أنا مجرباه، الجنزبيل بالحليب، طعمه تحفة تحفة تحفة، جربوه هيعجبكم جدا. أنا طبعا بتكلم النهاردة عن المشروبات اللي هي بمية، بس لو شربتوه بحليب مش هتبطلوا تشربوه أبدا. طبعا ممكن تضيفوا عليه عسل نحل أو معلقة صغننة أو نص معلقة كمان سكر دايت. وطبعا لو استخدمنا الجنزبيل سعراتنا الحرارية اليومية هتقل، نتيجة لأن احنا بنقلل استهلاكنا من تناول الطعام. تالت مشروب جايلكوا بيه النهاردة هو عصير التفاح بالقرفة، ده كوكتيل كده مع بعضه طعمه خطير جدا جدا. عصير التفاح أو التفاح نفسه بيحتوي على حمض اسمه الأسيتيك أسيد، حمض الأسيتيك ده محفز قوي جدا جدا لإنقاص الوزن، لأنه بيقلل إفراز الإنسولين في الدم. لما بيخفض مستوى الإنسولين في الدم بيعلي الحرق جدا 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 لأعلى مستوياته، وكمان بيسد الشهية، علشان كده هو مشبع جدا جدا. جربوا كده كمان تاكلوا تفاح أو تشربوا عصير التفاح بالقرفة وشوف الفرق إيه وادعولي. وأظهرت بقى الدراسات والأبحاث الحديثة إن الأسيتيك أسيد أو حمض الأسيتيك اللي موجود في التفاح بيقلل تراكم الدهون حوالين البطن والكرش، وكمان مش بيقلل تراكمها لأ، وبيحرق كمان الدهون المتواجدة في منطقة البطن والأرداف. الرابع حاجة جاية بيها لكم النهاردة هي القهوة الخضراء. القهوة الخضراء دي بقى بتسد الشهية، وبتعلي الحرق جدا، وبتدوب الدهون المتراكمة في منطقة البطن. شايفين بقى منقيالكم المشروبات اللي بتركز قوي على منطقة البطن والأرداف. كمان بتحتوي على مضادات أكسدة أو أنتي أوكسيدنت. القهوة بتحمي جدا من الأمراض المعدية، علشان كده هي من المشروبات المثالية لإنقاص الوزن. القهوة الخضراء أو حتى القهوة التركي أو أي قهوة طبيعية دي، بعكس القهوة اللي هي بتحتوي على الكافي ميكس أو المبيضات أو الكريمر، كل ده والكافي ميت وكل حاجة بيزود الأرداف وبيزود تراكم الدهون حوالين منطقة البطن ومحيط الخصر. علشان كده ياريت نمتنع عن تناول النسكافيه والكافي ماكس وكل الكلام ده كله، واللي هو بقى 2 في 1 و3 في واحد وكل الكلام ده ممنوع جدا، لانه مش بس بيراكم الدهون في منطقة محيط البطن، لا كمان ده بيراكم الدهون الحشوية اللي موجودة في الكبد، سواء كان دهون في الدم او الدهون اللي حوالين الكبد. ياريت كلنا نمتنع منعا باتا عن تناول كل هذه القهوة الصناعية، لكن القهوة الطبيعية العكس تماما، دي بتشد البشرة، بتشد الجلد، وكمان بتمنع ترهلات مفيدة جدا جدا مع الدايت في رحلة الدايت. ياريت الناس المحبين للقهوة يشربوها كل يوم، والناس اللي مش محبين للقهوة يشربوها حتى بحليب، المهم ان هم يتناولوها، هتفيدنا جدا جدا جدا. المشروب الخامس معانا النهاردة هو الكرفس وعصير الكرفس. لو مش هنعمل عصير للكرفس اللي هو بتصنع من اوراق الكرفس، ممكن نغلي الاوراق مع السيقان مع كل حاجة، نغليه وناخد المشروب بتاعه ونشربه، ده بيعلي الحرق جدا جدا جدا، وكمان بيذيب الدهون الحشوية اللي هي حوالين الأحشاء بسهولة جدا، وكمان بيخلص الجسم من الدهون الموجودة في الدم جوه في الدم اللي مش بتظهر غير في التحاليل، وهي دي أهم من الدهون المتراكمة تحت الجلد، لأنها هي اللي بتسبب الجلطات وتصلب الشرايين لا قدر الله، وأمراض القلب وكل الأمراض السيئة دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معايا حبايبي الغاليين. طبعا الكل بيبحث عن الشباب وبيخافوا من أمراض الشيخوخة، لدرجة حتى الناس اللي بيبحثوا عن الشباب، لو قلت لواحدة عندي كام سنة، لو هي عندها 55 هتقول أنا عندي 50 أو هتقول عندي 45 سنة.
وطبعا الناس بتحب ان هي تظهر دايما بسن اقل من سنها اللي هي عليه حاليا. الرياضه هتساعدكم على كل ده طبعا، غير ان هي بتمنع زياده الوزن وبتحافظ عليه وكمان بتقلل الوزن. النشاط البدني بيساعد على حرق السعرات الحراريه، كل ما كان النشاط البدني اعلى ويكون مكثف كل ما بيحرق سعرات حراريه اكتر. ممكن ان احنا نحصل على الرياضه عن طريق الجيمات، وبما ان الجيمات قافله دلوقتي علشان الكورونا ممكن نحصل عليها عن طريق زياده النشاط البدني اليومي، ومن خلال مثلا لو احنا رايحين مشوار ممكن نستخدم الدرج او السلم بدلا من الاسانسير. ممكن نوقف السيارة بتاعتنا في مكان أبعد شوية عن المكان اللي احنا رايحينه ونمشي المسافة دي في الهواء الطلق، بتساعد على تدفق الدم في الجسم كله، فبالتالي بتقلل خطر الإصابة بأمراض القلب. الرياضة بتعلي جدا مؤشر الصحة وبتزود الدهون النافعة في الجسم زي الـ HDL، دي الدهون النافعة اللي بتمنع الجلطات اللي هي بتروح تحارب الدهون السيئة وبتطردها بره الجسم. الدهون السيئة اللي هي ايه؟ الترايجلسرايد والLDL والVLDL بتطردها بره الجسم خالص، والرياضة بتقلل مؤشر الدهون الضارة دي. الترايجلسرايد اللي هي الدهون الثلاثية، وكمان بتساعد على تدفق الدم داخل الجسم والدموية بتجري في العروق، فبتقلل جدا أخطار الإصابة بأمراض القلب اللي كلنا عارفينها. لما ننتظم في التمارين الرياضية بتاعتنا ده بيقلل جدا السكتات الدماغية لأنه بيعلي معدل الإيض في الجسم، وكمان بتقلل الإصابات بأمراض المفاصل وكمان بعض أنواع السرطانات. بتقلل التوتر والاكتئاب، يعني لو زعلان أو زهقان أو متضايق ومتحرك، يعني ما تحطش غلك كله في الأكل بدل ما تقعد وتاكل عشان أنت زعلان أو زهقان أو متضايق أو حزين، لأ خد نفسك واخرج. اخرج اتمشى حوالين محيط البيت، خد هواء طلق، هتدخل البيت وهترجع بنفسية مختلفة تماما عن النفسية اللي خرجت بيها من البيت، لانها بتقلل جدا الافكار السلبية وبتقلل التوتر والاكتئاب. بتعلي عندنا الاندورفين اللي بيساعد على التفاؤل، والاندورفين ده اللي بيخلي المزاج حلو والنفسية كويسة وبيبعث التفاؤل والامل، وكمان بيساعد على الاسترخاء. خلي بالكم الرياضة اللي بتمارسوها دلوقتي هتحافظ على العظام بتاعتكم على المدى البعيد. تخيلوا يعني شوية الرياضة اللي بتمارسوها في السن ده هتحافظ على العظام بتاعتكم والصحة بوجه عام في المستقبل، أو في كمان 10 15 20 سنة جايين قدام، لأنها بالنسبة للعظام بتقوي العظام جدا وبتقلل ضعفها. وكمان ده ممكن نحصل عليه بقى من تمارين ايه؟ الجري والقفز والمشي السريع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتنم من صحتك لسقمك. الرياضة بقى كمان بتساعد على قدرتك على التحمل، بتقوي القدرة على التحمل، مش بس التحمل العضلي لا كمان التحمل النفسي، بتقدر تواجه الأزمات، تقدر تواجه المشكلات، وكمان بتساعد على قدرة الجسم على التحمل عن طريق بناء العضلات، يعني هي بتساعد على القدرة على التحمل في كل النواحي. ليه بقى؟ لأنها بتوفر للجسم الأكسجين اللازم، وكمان الأكل اللي احنا بناكله الدورة الدموية لما بتتحرك في الجسم بيعمل على توصيل الغذاء لجميع أجهزة الجسم المختلفة، يبقى هنوصل للجسم أكسجين وغذاء. طيب في حاجة أحسن من كده؟ ده كده معدل الأمراض هيقل جدا. وأهم عضوين في الجسم لو احنا اهتمينا بيهم وبكفاءتهم زي القلب والرئتين هيتحسن عندنا الجسم كله. طيب احنا بنحافظ على القلب والرئتين بس؟ لا، ده احنا بنجري الرجلين وكمان بنقوي العضلة، عضلة الجسم، ومن ضمن العضلة اللي بتكون قوية هي عضلة القلب، ودي عضلة مهمة جدا جدا في جسم الإنسان. وأحلى حاجة كمان في الرياضة إن هي بتخفض مستوى السكر في الدم. بالنسبة للناس اللي عندهم سكري إحنا بننصحهم جدا 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 بممارسة الرياضة، لأن هي بتزود أداء عمل الإنسولين وبتقلل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. بالنسبة بقى للناس بتوع الجلد والتجميل
الدورة الدموية لما بتنشط في الجلد بتخرج الحاجات الزوائد والشوائب اللي ملهاش أي لازمة عن طريق العرق، وكمان بتمد الجلد بالغذاء والأكسجين اللازم له والحيوية الجلد والحيوية الجسم. كمان الرياضة بتعمل على شد الجلد وشد الترهلات، علشان كده أي حد بيخس وهو بيمارس تمارين رياضية سليمة بتلاقيه يخس ومفيش عنده أي ترهلات خالص، وتلاقي جسمه مشدود وبشرته مشدودة ومفيش عنده خالص أي ترهلات ولا أي حاجة. وكمان الناس دي بيقل عندهم جدا علامات الشيخوخة، لما بيوصلوا لسن عالي بتلاقيهم مش باين عليهم السن وبيبدو عليهم سن أصغر من سنهم نتيجة ممارسة التمارين الرياضية. التمارين الرياضية خير، ياريت تحافظوا عليها وما تفوتوهاش أبدا من روتينكم اليومي ومن الهيلثي لايف ستايل اللي انتوا إن شاء الله هتمشوا عليه من النهاردة للأبد بإذن الله. دايت رمضان، كل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، وحشتوني جدا جدا جدا. أنا بقى جاية النهاردة علشان أكلمكم عن الدايت في رمضان وإزاي نقدر نخس. أولا مقدمة صغيرة كده، في شهر رمضان لازم عندنا نظبط الجهاز الهضمي والبنكرياس، علشان كده أنا هقول لكم تتبعوا الخطوات التالية. النظام بتاعنا أهم حاجة فيه نوعية الأكل وكمية الأكل وترتيب الأكل. يبقى يا حلوين، أول حاجة هنعملها أول ما نسمع أذان المغرب طبعا الدعاء، وما تنسونيش من دعائكم. أول حاجة هنعملها هناكل تمراية واحدة بس وكوبايتين مية كبار، وبعدين نبتدي نهدى كده ونستعد حوالي 10 دقايق، هنتوضى فيهم ونصلي المغرب ونحضر السفرة بتاعتنا. طب ليه بنقول هناخد راحة؟ كل ده علشان انزيمات المعدة بتاعتنا تبتدي تفرز وتستعد لهضم الطعام بتاعنا. تاني حاجة بعد 10 دقايق دول هنبتدي نشرب الشوربة الدافية بتاعتنا. طبعا الشوربة لازم تكون دافية، ما تكونش سخنة. هتكون دافية ازاي؟ طبعا اول ما المغرب ما يأذن هيكون الشوربة جاهزة وموجودة، ونسيبها شوية لغاية ما تهدى. هنعصر عليها نص ليمونة، لكن أهم حاجة الشوربة ما يكونش عليها لا كريمة ولا دقيق. طيب شوربة إيه؟ شوربة بقى لحمة، فراخ، أرانب، أيا كان نوع الشوربة الموجودة. تاني حاجة يا حلوين، هنبتدي إننا ناكل الخضار بتاعنا، بس طبعا يفضل إن الخضار يكون معمول سوتيه ويكون مشكل، يعني كذا صنف وكذا نوع. كمان طبق السلطة، يعني خضار وسلطة. ايوه خضار وسلطة. رقم 4 هناكل البروتين بتاعنا. خلي بالكم من الترتيب ده كويس جدا. البروتين بتاعنا هيكون عبارة عن ايه؟ يا اما هيكون لحمة او فراخ او ارانب او سمك او بيض، ايا كان نوع البروتين الموجود هناكل البروتين بتاعنا. وبعد كده هنرتاح من نص ساعة لساعة قبل ما نتناول الكربوهيدرات او النشويات، وهقول لكم ليه احنا بننتظر الفتره دي. البروتين بياخد وقت طويل جدا في المعده علشان يتهضم، اللي هيساعده في كده الخضروات والالياف اللي احنا اكلناها زي السلطه وزي الخضار، وكمان الشوربه الموجوده هتسهل جدا في عمليه الهضم. لكن احنا مش عاوزين نضيف كمان الكربوهيدرات معانا او النشويات، يعني علشان ما يحصلش تخمر في المعدة. هقول لكم على طريقة مبتكرة لعمل الكربوهيدرات أو النشويات. عندكم شوفان، عندكم بليلة مثلا، أو أي حاجة هول جرينز أو قمح كامل. لو افترضنا مثلا إن احنا عندنا شوفان وعندنا شوربة، هنجيب 4 معالق شوفان هنحطها على طبق الشوربة، بيكون طبعا سخن جدا ومغلي، وهنغطي عليها او نسيبها على النار دقيقتين بس، او ممكن نغطي عليها كده ونسيبها شويه وبعدين ناكل بالف هنا وبالف صحه. مش محتاج طهي اولا، ثانيا مش محتاج اي بهارات خالص، لان الشوربه بتاعتنا فيها ما يكفيها من البهارات والتوابل والبهاريز وكل حاجه. تاني حاجه لو مفيش شوربه بقى هقول لكم تعملوا ازاي الشوفان.
هنجيب طبعا حليب سخن برضو، سخن جدا مغلي، ونحط عليه الاربع معالق شوفان. طبعا الاربع معالق شوفان بيعملوا عندنا حوالي 8 معالق، يعني بيزيد في حجم الضعف، فحاجه جميله خالص، هتكون مشبعه جدا جدا جدا. يبقى حليب وشوفان، وممكن معلقه صغيره زبيب، معلقه صغيره جوز هند، نص معلقه صغيره قرفه، وسكر دايت، اهم حاجه سكر دايت، او معلقه عسل. طبعا بديل الشوفان هو البليله، نفس الطريقه هيكون عليه برضو نفس جوز الهند ونفس الزبيب، وطبعا ما تنسوش القرفه اهم حاجه مع الحليب الدافي. وبكده يبقى خدنا الطبق الحلو بتاعنا ومش محتاجين اي حلو خالص. طب لو يوم اخدته بشوفان بالشوربه، وطبعا مش هينفع معاه شوفان بالحليب، يبقى بكده هنشرب عندنا العصير الفريش بتاعنا من الفاكهه الطبيعيه الموجوده بسكر دايت برضو. طبعا العصير هيكون فيه يا اما برتقال او لوافه او فراوله او كانتالوب او اناناس، ايا كان نوع الفاكهه الموجوده، تفاح مثلا، اي حاجه بسكر دايت هنعمل العصير بتاعنا ونشربه بألف هنا وبألف صحه. او ممكن نعمل سموزي حليب بالموز مثلا، وبيتحط عليه ممكن سكر دايت، او ممكن ما نحطش اساسا سكر دايت لو الموز عندنا مسكر مش اخضر. لو هنحط سكر دايت يبقى كميه بسيطه جدا، ونحط قطع التلج بتاعتنا ونضربه في الخلاط ويعمل لنا احلى سموزي، او اي نوع سموزي تاني تحبوه. خلاص كده تمام، خلصنا من وجبه الفطار بكل الاكسسوارز بتاعتها، كل مشتملاتها، مش محتاجين اي حاجه خالص، وظبطنا الدنيا. هنبتدي بقى قبل صلاه التراويح وقبل العشاء، وقبل ما نخرج ونروح نصلي في المسجد، هنشرب عندنا فنجان القهوه بتاعنا او في كوبايه شاي عادي جدا، او موزايه، ممكن ناكل موزايه او تمرايه، اي حاجه بتدينا طاقه كانكم رايحين الجيم بالظبط. حاجه تنبه عندنا الجهاز العصبي المركزي. ليه بقى؟ لان صلاه التراويح مهمه جدا 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 مع الصيام، وهي افضل رياضه ممكن تتخيلوها تتعمل في شهر رمضان. ليه؟ لانها رياضه كده بسيطه وهاديه، وبتشمل كل شيء، بتشمل اليوجا والسويدي والكارديو والمقاومه وكل حاجه، مش لازم مقاومه تكون بحديد، ده مقاومه نفسيه. علشان كده لازم نروح نصلي التراويح كل ليله. اهم حاجه كمان فيها ان هي بميعاد ثابت ومحدد، سبحان الخالق سبحان الصالح. كمان بتفرز هرمونات السعاده، زي بقى عندكم السيروتونين والميلاتونين والاندورفين، كل ده مسؤول عن السعاده وبيعطيكم طاقه ايجابيه عاليه جدا جدا. كمان بيعلي افراز هرمون النمو والجروث هرمون، وبيقلل جدا هرمون الكورتيزون المسؤول بقى عن الاسترس والعصبيه والمشاكل وكل حاجه، هو اوريدي بالفعل بيكون افرازه بيقل جدا في رمضان سبحان الله. علشان كده لو تعرضتوا لاي مشكله او اي خناقه او اي حاجه، ربنا سبحانه وتعالى قال لكم علمنا ان احنا نقول اللهم اني صائم. بعد صلاه التراويح بقى هنروح البيت، اول حاجه هنعملها ثمره فاكهه وكوبايه زبادي. ممكن نقطع الفاكهه في الزبادي ونقلبها وناكلها، احلى من كده مفيش. بعد كده هندخل ننام. سهر لا، فرج على التلفزيون لا، مسلسلات رمضان لا، مقالب رمز جلال لا. هقول لكم ليه بقى، علشان تاني يوم في الشغل نكون مركزين جدا، لا نحس بدوخة ولا نحس بجوع ولا نتهم بها شهر رمضان الفضيل. طبعا رمضان بريء جدا مما يحدث. وطبعا الاغلى من السهر ان احنا هنقوم قبل الفجر بساعة، هنتوضا ونصلي ركعتين او كما يحلو لكم يعني، وبعدين نتسحر. وهنا بقى
مربط الفرس. هنتسحر ايه؟ هنتسحر بروتين وخضروات، يعني طبق سلطه كده محترم. والبروتين بتاعنا اللي هيكون عباره عن بيضه مسلوقه، 5 معالق فول، قطعة جبنة قريش، زبادي، أيا كان نوع البروتين الموجود. أهم حاجة أنا مش عاوزة أي نشويات خالص، أتمنى من كل قلبي إن أنتم ما تاكلوش أي نشويات خالص في السحور. النشويات دي هي اللي هتجوعكم طول اليوم، صدقوني وده عن تجربة. طب جربوها كده وقولولي في الكومنتات عملتوا إيه. تعالوا لي هنا، عايزاكم في كلمتين. اهلا وسهلا بكم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. طمنوني الاول عاملين ايه في الصيام، وهل انتم متابعين النظام الصيام اللي قلت لكم عليه ولا لا، ومعدتكم مرتاحه مع الصيام ولا في مشاكل. طبعا في ناس كلمتني في اول الصيام خالص وقالت لي ان احنا الحمد لله لما اتبعنا النظام الغذائي زي ما قلت بالظبط معدتهم مرتاحه، مش بتتكدس بالاكل المغرب، بيقدروا يروحوا شغلهم اللي هو بعد الفطار، وبيقدروا يروحوا يصلوا التراويح بكل سهوله ويسر. دلوقتي بقى انا عاوزاكم قبل ما نبتدي في العيد نتفق مع بعض كده على نظام، ومش عايزين نضيع تعبنا طول شهر رمضان في يوم واحد بس اللي هو يوم العيد. طبعا من حقنا ان احنا يوم العيد ناكل كحك ونعتبره يعني يوم فري، بس مش لدرجة ان احنا اول ما نقوم من النوم الصبح نحس كأننا خارجين من مجاعة، ونبتدي نمسك معدتنا كده ونزغطها بالاكل، محشي على فتة على مكرونة بشاميل على لحمة على بط كل حاجة. لا طبعا ده غلط جدا للجهاز الهضمي بتاعنا اللي احنا بنحافظ عليه طول فترة الصيام، ونيجي النهاردة نبوظ الدنيا. انا هقول لكم تعملوا ايه يوم العيد علشان تحافظوا على الجهاز الهضمي، تحافظوا على البنكرياس، تحافظوا على الكبد، وتحافظوا على القولون والمعدة، كل اعضاء الجهاز الهضمي اللي احنا بنحاول نحافظ عليها طول شهر رمضان، لان شهر رمضان بيعد بمثابة التطهير للجهاز الهضمي ورفع كفاءة كل اعضاء الجهاز الهضمي الحيوية. علشان كده يوم العيد مش عايزين نضيع تعبنا طول الشهر، وعلشان نحظى بعيد صحي وسعيد. بتكون معدتنا اعتادت على مواعيد محددة للطعام، زي مثلا الوجبة الرئيسية بتكون ساعة الفطار، ووجبة بسيطة كده بتكون ساعة السحور. فبنيجي بعد رمضان والصبح المفروض بتكون متعودة على الصيام، مش بتتناول فيها اي اكل خالص، بنيجي وبنكدسها بكمية اكل رهيبة. طبعا المعدة هتسكت؟ لا طبعا، هيحصل عسر هضم، هيحصل اضطرابات في الجهاز الهضمي، هيحصل مغص، وهيحصل كمان اسهال. وبدل ما هيكون عيد سعيد وفيه فرحة، بالعكس هيصبح عيد فيه خمول وكسل وهناكل وننام. لما تمشوا على نظام غذائي صحي زي ما كنتم متعودين في رمضان كده، هنريح الجهاز الهضمي كله، وهنحاول ان احنا نعمل له سيستم كده او شريط قطر يمشي عليه طول السنة بكل راحة. لعلمكم النظام الغذائي اللي بيكون بعد رمضان بيكون سهل جدا لكل الناس اتباعه. ليه؟ عندنا مثلا اعتبروا المعدة طفل صغير كده، هنقول ان هو لسه مفطوم من مامته وبنعوده على الاكل. احنا في رمضان ما كناش بناكل طول اليوم، فهنجيب معدتنا كده ونقول لها تعالي احنا نعطيكي الوجبة الصغيرة دي في الفطار. وطبعا هقول لكم على نظام غذائي ليوم كامل تمشوا عليه بالظبط. هنقول للمعدة تعالي احنا نعملك الوجبة الصغيرة دي للفطار. هي طبعا مش متعودة اصلا، بتصحى من يوم الصبح مش بتاكل اي وجبات خالص، فهتقول لكم شكرا وهتكون ممنونة لكم جدا ان انتوا بتأكلوها في الفترة دي، و
وطبعا لو اعتادت او لو احنا اعتدنا في الفطار على هذه الوجبة البسيطة ومشينا عليها طول السنة، يبقى احنا كده ممتازين جدا جدا جدا. وكذلك وجبة الغداء، لكن هحاول اغير لكم شوية في اول اسبوع بعد الصيام. هنبدل وجبة الغداء مكان العشاء، يعني وجبة الغداء هنخليها المغرب، ووجبة العشاء اللي هي البسيطة هنخليها في وقت الغداء، لان احنا بالنهار مش بتكون معدتنا متعودة على الاكل، فبالتالي هناكل فيها كميات بسيطة، وهنخلي وجبة العشاء هي الوجبة الدسمة او اللي هي اساسا المفروض تكون وجبة الغداء، لغاية ما الجهاز الهضمي يتعود ان في وجبات احنا بنتناولها بالنهار، وان لا خلاص ما عادش في سيستم او نظام الصيام، احنا دلوقتي اصبحنا بناكل عادي جدا. التدرج هو عنوان السلامة لكل شيء. هنا بالنسبة للدايت فهيبقى التدرج في الاكل هو عنوان السلامة. هنعمل ايه اول ما نقوم من النوم الصبح؟ مع صلاة العيد هناكل تمراية ونشرب كوباية مية كبيرة. بعد ما نروح من صلاة العيد خلاص هنفطر، يبقى هنلتزم بالأكل البسيط جدا الخفيف على معدتنا، زي مثلا هناكل لبنة، هناكل زبادي، هناكل جبنة قريش أو بيضة مسلوقة أو 4 معالق فول، مع طبق سلطة كبير مع ربع رغيف بلدي أو رغيف سن اللي هو بتاع الدايت ده. بعد نص ساعة هناكل تفاحة. في بقى بعد ساعتين أو 3 ساعات هنتناول السناك بتاعنا اللي هو عبارة عن الكحك المصنوع بالشوفان أو الكحك الدايت، مع كوباية شاي أخضر عليها نعناع أو كوباية شاي عادي. طبعا هنحليها بسكر دايت. بعد كده هيبقى وجبة الغداء، واحنا اتفقنا ان احنا هنبدل وجبة الغداء مكان العشاء، وجبة العشاء مكان الغداء. فوجبة الغداء عندنا هتكون حاجة بسيطة جدا وخفيفة قوي، برضو هتكون عبارة عن طبق سلطة كبير وربع رغيف او توست دايت، وكمان هيبقى معاها لو اكلنا مثلا الصبح زبادي او لبنة، هنخلي في الغدا مثلا البيضة او ال4 معالق الفول. طبعا هنظبط الفول بتاعنا وندلعه كده، هنحط عليه زيت زيتون، عصرة ليمونة، هنحط عليه كمون، ممكن نحط عليه مكونات السلطة دي، في ناس ممكن تحط طماطم قطعة كده، فلفل، يعني ايا كان اللي انتوا عايزين تحطوه على السلطة براحتكم. السناك التاني هيكون عبارة عن ثمرة فاكهة، ممكن تكون عبارة عن خوخ، مشمش، برقوق، شوية كده من العنب، ممكن شريحة بطيخ، تفاحة، برتقالة، يعني اي ثمرة فاكهة، ده هيكون في السناك التاني. بعد كده وجبة الغداء اللي هي المفروض ان هي في ميعاد العشاء اللي هو المغرب، هنتناول العشاء هيكون تقيل شوية زي ما احنا كنا متعودين على رمضان، ده علشان الناس اللي بتيجي بعد رمضان ويقولوا احنا عندنا نهم ليلي للأكل، عايزين ناكل بالليل، واحنا اساسا بالنهار ما بناكلش، فعلشان نتجنب المشكلة دي بس بدلنا ميعاد الغداء للعشاء والعشاء مكان الغداء. فبالتالي وجبة العشاء هتكون المغرب، وتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن طبق خضار كبير وقطعة لحمة مثلا مشوية وطبق سلطة صغير، لان احنا مفطرين سلطة ومتغذيين سلطة، ممكن معاها طبق سلطة كمان، و4 معالق مكرونة، 4 معالق رز، 7 صوابع محشي، او طبق صغير فتة، او 4 معالق لسان العصفور، ايا كان نوع الكربوهيدرات، صدقوني مش هتقدروا تاكلوه لانكم خلاص طالما ابتديتم بطبق الخضار
وطبق السلطة والبروتين والشوربة، خلاص مفيش مكان في معدتكم لأي إضافات زيادة، وخصوصا ان انتوا كمان مش في رمضان، لا ده انتوا طول اليوم بتاكلوا، فمش هتقدروا تاكلوا اكتر من كده. ممكن بقى نيجي على الساعة 10 كده وناكل زبدية عليها عصرة ليمون، او ناكل ثمرة تفاح مثلا، او نشرب كوباية حليب خالي الدسم، هيكون حاجة كده بسيطة بالليل ده لو شعرنا بالجوع. وفي كلمة بسيطة كده صغنونة عايزة اقولها لماما حبيبتي الكل، ماما الحنونة، ياريت معلش كلنا نخلي الفطار بتاعنا حاجة بسيطة كده، بلاش المحشي والمكرونة بشاميل والفتة واللحوم والبط كل الكلام ده بلاش منه معلش. وبعدين بعد ما بناكل كل الكلام ده في صواني بقى الحلوة زي الكنافة والبسبوسة والجلاش، معلش بلاش نتبع النظام القديم ده يوم العيد، لأن معدتنا بتكون خارجة يا عيني، خلاص الصيام نقاها وخلاها في كفاءة عالية جدا، لأن شهر التطهير والتنظيف للمعدة والقولون والجهاز الهضمي كله، فما ينفعش نيجي في يوم العيد ونقول له تعالى كده، نقول للمعدة بتاعتنا تعالي كده يعني معودك على النظام الجديد اللي بيتخن قوي، تعالي ونروح مسكين المعدة كده شكل اللي بيتظبط نحشيها بالأكل ونقول لها تعالي لما نعودك على النظام الجديد بتاع الأكل كده عافية، فمعلش خليها كده مرتاحة، وياريت تفضل على النظام ده طول السنة، إن هي بتفطر بفطار بسيط ده يبقى حلو قوي قوي لمعدتنا، وكمان لسلامة الجهاز الهضمي والبعد عن الأمراض زي الضغط والسكر وكل الحاجات المؤذية دي. إن شاء الله أتمنى لكم السلامة، وياريت تتبعوا هذه التعليمات، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. عايزاكم بقى تقوليلي كده في الكومنتات عملتوا ايه علشان رمضان واستعديتوا ازاي؟ النهاردة ان شاء الله جاي علشان اكلمكم عن نظام الدايت في رمضان في زمن الكورونا 2020. رمضان فرصة ذهبية لإنقاص الوزن، مش بس عشان التنحيف، لا طبعا علشان تحظوا بجسم صحي مثالي مرتاح خالي من الأمراض، أو على الأقل بنحاول إن احنا نقاوم ونواجه به الأمراض تدريجيا. بالنسبة للناس اللي سكرهم عالي هيرتاحوا في رمضان، بالنسبة للناس اللي ضغطهم عالي هيرتاحوا في رمضان، علشان كده لازم وقت الفطار نطبقه صح علشان ما نضيعش كل مجهود فترة الصيام اللي ربنا أنعم علينا بيها. طبعا الهدف الأساسي من رمضان هو إن احنا نحس بالفقراء، علشان كده ياريت في فترة الأكل ما نكدسش المعدة بالأكل، وناكل كميات صغيرة جدا وأحجام بسيطة. تمام، أهم حاجة وأهم نصيحة أحب أنصحكم بيها هي الحفاظ على شرب كمية كبيرة من الماء، يعني كده فيما يتراوح بين 2.5 لـ3 لتر من المية. ليه بقى؟ علشان أولا يسد الجوع عندكم، تاني حاجة علشان يقلل من كمية السكريات اللي انتوا بتتناولوها بعد الفطار، وياريت مش يقللوا بس، انا نفسي يمنع نهائيا، انا عاوزاكم تمتنعوا نهائيا على اكل السكريات. تمام، بالنسبة لشرب المية ممكن تقسمهم كالتالي، كاستين مية بعد الفطار، وست كاسات بين الفطار والسحور، وكاستين مية عند السحور. تمام كده. بالمناسبة خلي بالكم ان شرب القهوة مع السحور بيخلي الجسم يفقد كمية من المية، فبالتالي هتعطشوا جدا طول نهار رمضان، علشان كده لو حابين تشربوا قهوة خلوها بعد الفطار مش بعد السحور. خلي بالكم الصيام بالظبط في زمن الكورونا عامل زي الماسك اللي احنا بنحطه على بقنا علشان نحمي نفسنا من الكورونا، كذلك هو بيقفل البق ضد الاكل وضد كل حاجة. في فترة الصيام من أول الفجر لغاية المغرب المعدة حجمها بيقل، وده حاجة في مصلحتنا، ما نجيش بقى إحنا وقت المغرب
ونكبر تاني حجم المعدة اللي هي صغرت، واحنا في امس الحاجة ان المعدة تصغر. تمام كده؟ فلازم نكون اذكياء جدا في التعامل مع معدتنا ومع الجهاز الهضمي كله في وقت الفطار. اهم حاجة عندنا انا بتكلم عنها هي ساعة الفطار، لو ركزتوا فيها قوي هتخسوا جدا بكل سهولة. هنعمل ايه المغرب؟ لو تلاحظوا هتلاقوا انكم في وقت المغرب بتاكلوا كميات كبيرة جدا من الاكل، وبعدين تشتكوا بالام في المعدة وان خلاص ما عنتوش قادرين تتنفسوا حتى، بالرغم من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، يعني تلت المعدة بس للطعام والتلت التاني للشراب والتلت للنفس. اول حاجة لازم نعملها المغرب، وده هيوفر عليكم كتير وهيساعدكم قوي ان انتوا تشربوا مشروب دافي مش سخن ومش بارد، حاجة دافية تنبه بس معدتكم. ممكن يكون حليب، ممكن يكون مشروب، لكن حاجة تكون دافية. تمام؟ ممكن نشرب كوباية عصير بدون سكر وما تكونش باردة من التلاجة. ممكن نشرب شاي بحليب برضو هيساعد معانا جدا في ان المعدة تنتبه بالراحة كده ان في اكل داخل على المعدة. تمام؟ لو ابتدينا مثلا هنقول بكوباية مية ما تكونش ساقعة او كوبايتين وثلاث تمرات، بعد كده هنصلي المغرب. تمام؟ بعد صلاة المغرب هنشرب طبق شوربة كبير وعليه ليمون، واللي مش بيحب الليمون بلاش. تمام؟ ثم طبق السلطة. انا بقول لكم حاجة كده كقاعدة او كشريط قطر هتمشوا عليه طول رمضان، هرسم لكم شريط القطر وبناء عليه اللي متوفر عندكم بقى هتاكلوه. خلاص؟ يبقى الشوربة ثم السلطة ثم الخضار، الخضار الاخضر او سواء كان خضار اللي هو الناشف، في طبعا في لوبيا وفاصوليا وبسلة، بيكون يا اما اخضر يا اما ناشف. لو اخضر لنا مجين من الخضار، لو هو ناشف لنا نص مج او كوباية 100 ملي بس كده. تمام؟ ثم بقى البروتين بتاعنا هناكله، وعلى فكرة السلطة والخضار والبروتين مشبعين جدا جدا جدا. ممكن بقى خلاص المعدة تقفل على كده وما تحتاجوش خالص للرز. لو قدرتوا تأخروا الفطار يعني ما يبقاش بعد المغرب مباشرة ياريت. لو اكلتوا طبق سلطة او نص طبق السلطة ومعلقتين خضار وقطعة بروتين وبقيتوا الباقي بعد التراويح ياريت، يبقى احسن جدا. يعني انا مش عاوزاكم تضغطوا معدتكم وتقسوا عليها في حتة الفطار، وقوموا صلوا التراويح وانتوا خفاف وبعدين ابقوا ارجعوا افطروا. وانا متأكدة ان انتوا لما ترجعوا من صلاة التراويح وتفطروا مش هتاكلوا كميات كبيرة ولا حاجة برضو، وهتحافظوا جدا على معدتكم وهتحافظوا على حجمها. طبعا احنا عارفين ان احنا علشان في حظر وكده فاحنا بنصلي التراويح في البيت، فمش هنقول بقى ايه لا ده احنا هنصلي التراويح وهنخرج هنصلي التراويح وهنروح شغلنا، لا انتوا في البيت. فياريت تأخروا الفطار شوية لبعد صلاة التراويح، وكده هيكون افيد جدا جدا ليكم، وهتلاحظوا النتيجة في اخر الشهر، وساعتها افتكروني وبادعولي بكل خير. وفي النهاية اهم حاجة احب اوضح لكم ان رمضان بيوصل لنا رسالة، وهي ايه؟ ضبط النفس. لو قدرتوا تضبطوا نفسكم في رمضان ان شاء الله نوصل مع بعض للعيد بجسم رشيق وكله صحة وبعيدا عن الامراض، وان شاء الله نقدر نتخطى مشاكل الضغط والسكر ومشاكل كتير جدا بعد رمضان وفي رمضان ان شاء الله بقى كده.